ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي سيد فراس رضوان أغلو. مرحبا بك سيد فراس. إذا كيف تقرأ غارات نظام الأسد على نقطة المراقبة التركية في إدلب؟ يعني أعتقد هي في عدة أمور يجب أن نقرأها في هذا الهجوم. أولا في القراءة السياسية، أعتقد أن هناك قراءة سياسية من هذا، خصوصا ربما النتائج التي بعد أن حصلت في إسطنبول، وأن هناك ربما سيكون تغيرات وإضافة الضغط على الحكومة القائمة في تركيا. وأيضا أعتقد أن هناك شيء آخر مهم جدا، وهو أن هناك محاولة إحراج لاجتماعات أستانا التي تقام، الاجتماع أستانا وسوتشي الذي قام بين كل من تركيا وروسيا من أجل جر الطرف التركي إلى ربما إلى الحرب الداخلية لإلغاء ربما هذا الطرف، فربما تكون إيران ودمشق خلف هذا التفكير. روسيا طبعا سيكون من مصلحتها أن تكسب ما يمكن كسبه على أرض الميدان. وايضا اعتقد ان على تركيا ايضا يجب اتخاذ مواقف اكثر حزما، ان تدعم المعارضه بشكل اكبر حتى يبقى يعني حمايه مصالحها القوميه واضحه بشكل فاعل على ارض الميدان. ولكن كانت هناك تحذيرات تركيه للنظام، ولكنه بالرغم هذه التحذيرات اقدم نظام الاسد على ضرب القوات التركيه، ما الرساله التي يريد النظام ايصالها من هذا الاعتداء؟ أعتقد هي ربما بالون اختبار ليرى ماذا ستفعل تركيا، ولذلك أعتقد أن تركيا أن يكون لديها ردة فعل مناسبة لحجم تركيا، وإلا ستزداد هذه التجاوزات. تركيا ردت يعني بضرب مواقع تابعة لقوات نظام الأسد في محافظة إدلب، ولكن هل تعتقد أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تصعيدية؟ يعني أعتقد هناك مساران على تركيا أن تتخذهما، هي زيادة قوة النقاط العسكرية الموجودة لديها هناك وتعزيزها بشكل كبير، وأيضا زيادة الدعم العسكري لقوات المعارضة حتى يكون هناك ردع واضح من قبل الطرف الثاني. لأن تركيا اتخذت قرارا كما باقي الدول الأخرى، وهو أن يكون هناك حلا سياسيا بالنسبة لما يسمى بالأزمة في سوريا، ولذلك إذا أردت أن يكون لديك حلا سياسيا يجب أن تكون قويا على أرض الميدان لكي تحفظ مصالحك القومية أولا، وحتى يتحقق الحل السياسي. وإلا إذا لم تكن قويا على أرض الميدان الطرف الثاني لن ينظر إليك كنظير سياسي، وهذا خطير جدا. وهذا أعتقد ما يحاول أن يقوم به الآن قوات حكومة دمشق ومن يرادفه. هناك أيضا أنباء تحدثت عن تعزيزات تركيا بقواتها في مناطق، وجودها في مناطق خفض التصعيد ولا سيما في ولاية هاتاي، هل تعتقد أن هذا يعني يمثل ردا على تلك الاعتداءات؟ نعم، لأن لو نلاحظ أن هذه الاعتداءات ليست يعني محض الصدفة، هناك تنسيق أعتقد في الامس او قبل امس كان هناك شهيدا في الجيش التركي في منطقه عفرين، بعد ذلك هجوم في مناطق اخرى في دير التوراد، منطقه اخرى هناك في ادلب. يعني اعتقد هناك تنسيق مع الروس ايضا، اعتقد بين ربما ايضا مع وحدات حمايه الشعب الكردي او التكاكا المتواجدين في تغيف. اعتقد نعم روسيا تقول، اعتقد انها في كل الأحوال ستكون رابحة، هي ستترك المجال لأنها لن تكون مدافعا عن حقوق أو مصالح المعارضة السورية ولا حتى عن تركيا، ولكن هي تعلم الحجم المصالح التركية ومدى قوة التركية، لذلك هي ستسعى لعدم إغضاب تركيا. وهنا أقول أن تركيا يجب أن تكون ردة فعلها مناسبة لحجم تركيا وليس مناسبة لحجم الداخل السوري، هذا سيؤثر على تركيا ايضا هنا في الداخل التركي. اخيرا سيد فراس باختصار لو سمحت، كيف ترى موقف الضامن الروسي من هذه التطورات، لا سيما ان هناك لقاء جمع بين الرئيس اردوغان ببوتين اليوم في قمه العشرين؟ يعني اعتقد انا ان المصالح هي تلعب دور الاساسي في هذه القضيه، لذلك على تركيا ان تلعب لعبه المصالح بشكل ممتاز مع روسيا، وايضا تستغل ورقه الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه تريد ان
تدعم نوعا ما تركيا في مناطق غرب الفرات حتى تغض النظر عن شرق الفرات. وهنا اعتقد ان على تركيا يعني ان يكون توازن دقيق، اضافه الى دعمها ان يكون دعم قوي اعتقد للمعارضه حتى يستقر لها كما يقال المصالح القوميه التركيه. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب الباحث السياسي التركي فراس أضوان أغلو.